كانت صدمة قوية تنضاف إلى باقي الصدمات التي تعرضنا لها من طرف المسؤولين. الزيادة الصاروخية هي نعتبرها موقع تنسيقية زيادة غير شرعية وغير قانونية، لأن من بعد ما صدرت الزيادة قادنا البحث إلى تتبع وتجول في الأسواق العالمية ولا الوطنية. وقفنا على أن الثمن ديال الكيلوغرام للنحاس السبائك كيلعب بين 4 دولار إلى 6 دولار، والدولار في المغرب داير 8 دراهم ونادرا ما يصل المشارف 9 دراهم، بمعنى أن الزيادة في معدن النحاسيات كتجاوز السقف ديال الأرباح ديال 100%. هنا كنتسألوا أمام واحد السؤال كبير وعارض بزاف، ما هو دور المؤسسات الوصية على القطاع؟ ما دور الحكومة؟ ما دور المديريات التابعة للوزارة لا في مدينة فاس ولا في مدينة مراكش؟ ما دور الغرف التي تتشدق علينا ليلا نهار أن قدمت أسماء معاني التضامن للصناع في فترة الجائحة؟ احنا من موقع التنسيقية نؤكد على أننا نرفض هذه الزيادة شكلا ومضمونا جملة وتفصيلا، ونتواعد بالتصعيد. هنا كنسألوا هل نحن في غابة؟ اللي بغى يزيد شي حاجه يزيدها. هاد الزيادات كتجيو في واحد السياق هو مشبوه وملغوم، اللي كيعانيو منه المغاربه كاملين هو الزياده في المواد الاستهلاكيه بلا شرع لا قانون. فهاد المستوى هذا احنا كصناع تقليديين يقولون لنا بصريح العباره اجمعوا حقائبكم وهاد الحرفه ما بقاتش ديالكم، لاننا احنا ننتظر ان يتم انصافنا. في الاخير نصدم بهاد الشكيله هذه، كنعتبروا هذا هو استهداف ممنهج ومقصود ومتعمد للصانع التقليدي والضغط عليه باكثر من هكا من اجل انه يفكر يدير شي حوايج خارجه على السيطره. نقول ونتوعد بان الشارع هو الحل، ومستقبل الايام هي الكفيله بالاجابه على كل هاد الاوضاع ديال الصناع التقليديين. احنا كصناع تقليديين بالنسبه للنحاس، انا شخصيا خديت النحاس في شهر 6، خديت النحاس ب 85 درهم، فإذا به مور هذه الجائحة هذه كنتفاجئوا بأن النحاس وصل ل 100 درهم، 105 درهم، 102 درهم، 103 درهم. في الأصل هذا النحاس ما دايرلوش واحد التثقيف، يعني كتمشي عند هذا السيد هذا كتاخذه ب 102 درهم، كتمشي عند واحد آخر مول المحل آخر كيبيع لك ب 105 درهم. يعني هاد الناس هادو انا كنوصفهم بالعصابات، هذه هي الحقيقه. راه حنا هاد الناس هادو عينا بالخرجات كنسنكروا بهاد الزيادات هادو، وكنطلبوا من الناس هاد الناس المسؤولين يتدخلوا، لان حنا هاد الناس هادو ما عرفناش، حنا دابا بقينا حايرين. هاد الناس هادو ملي كنمشيو عندهم كيقولوا لنا حنا ما بيدناش القرار، حنا راه كنعانيو باش نقولوا على الراي العام كامل، راه الصناعه التقليديه ولا الساكنه ديال فاس كامله راه كتعاني من واحد العصابات منظمه، راه ما كاينش فصل ما بين السلطات، راه السلطات العموميه والسلطات المحليه مع المنتخبون راه عصابه اجراميه. لحقاش حنا درنا رسائل للوالي، درنا رسائل للعمده، ما تجاوب معنا حتى شي واحد، رئيس الغرفه كيتهكم علينا، سبنا، خسرنا الهضره. حنا هاد النحاسيات هادو حنايا ملي درنا واحد الجوله في البورصات العالميه وعلى الراس ديالهم البورصه ديال لندن، كنلقاو ان الثمن ديال النحاس السبائك النحاسيه بالضبط ما كيتعداش ما بين 4 دولار حتى 6 دولار، هذا هو الثمن ديال النحاس. واش هاد الناس هادو غيربحوا الثمن ديال الارباح ديالهم غيتجاوز 100%؟ راه ما يمكنش. ايوا دابا غير مور هاد كورونا هادي تقريبا كان بواحد 90 درهم، دابا ولا ب 105 درهم تقريبا، زادت فيها 15 درهم. وقبل كورونا كان بشي 87 درهم. ساعة كيزيدوا لنا واحد النسبة، وحنا هادشي هذا بزاف علينا صراحة، حنا كنعانيو باش تاخذ واحد الطيفور اللي هو فيه واحد الوزن ديال كيلو تزاد فيه 15 درهم ملي كتمشي تبيعو، ما كيعطيوكش حتى الثمن ديال الخدمة ديالك. كنلقاو راسنا بحال اللي كنخدمو بيليك، خدمة كنخدموها بيليك، نهار الخدمة كتخدمو ما تصورش حتى 40 درهم 50 درهم، اللهم نعدم القرار. هذا الشيء اللي نقول، كان طالبوا يفتحوا لنا تحقيق في هذه الزيادات هذه، نعرفوها غير واش قانونية ولا ماشي قانونية. إذا كانت قانونية نعرفوا شحال هذه النسبة هذه ديال الزيادة، ولا كانت ماشي قانونية نعرفوا شكون المسؤولين على هذا الشيء هذا. وواحد التعقيب واحد آخر بالنسبة لينا حنايا اللي صناعية اللي كناخذوا غير بالكيلو وجوج كيلو ثلاثة كيلو، كناخذوا بثمن مرتفع وكنخلصوا كاش، والناس اللي عندهم معامل وعندهم شركات كياخذوا بثمن اقل وكيصبروا عليهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.